الكابتن ليا كلكو مينوت ان اريير جي بس كان لازم ندي اي تعليقين كده في السريع فاهم قصدي؟ بتلعب مع فريق بتاهل اول مره ربع النهائي، ايه اللي ممكن تضيفه لعيبتك او ممكن تتكلم تقول لعيبتك ايه قبل ماتش زي ده؟ فقال زي ما قال كابتن حسام عاشور من شويه، معظم اللعيبه لعبت دوت افريقيا، انا عندي لعيبه لعبت 82 مباراه في دوت افريقيا فعندهم الخبره. بامانه انا ما عنديش حاجه اضيفها لهم، هم عندهم هم عارفين ازاي يعني يتعاملوا مع ماتشات زي دي ومركزين كويس جدا، وفنيا انا بحاول ارفع مستواهم فني وبديهم معلومات عن الخصم انا والجهاز الفني بتاعي عشان يدرسوهم كويس وجاهزين بس الباقي بتاعهم، وانا عندي ثقه في امكانياتهم وفي تركيزهم انا ممكن يعملوا نتائج كويسه. ولا كيسيون سور لي ديفيكولتي بور نو لوميديتي الصعوبات طبعا صعوبات الرطوبه والارض سكي بوت ديفيسيل بارابور او كليما اكتوال والجو طبعا مختلف عن الجو في مصر. لا ريبونس سي On est venu aussi très tôt cette semaine le plus tôt possible. Et on a reporté un match pour effectivement arriver très tôt. Pour laisser nos joueurs nous adapter aux conditions climatiques, conditions de terrain. Pour justement avoir un temps d'adaptation et pour ne pas être surpris. احنا بنحترم اي فرقه بنلعبها ايا كانت صغيره او كبيره. الحمد لله استعدنا كويس الفتره اللي فاتت كلها، اجلوا لنا الماتشات بتاعه الدوري كلها عشان نستعد بصوره كويسه ونبقى مرتاحين وندخل الماتش ده مركزين. فالحمد لله الناس كلها مركزه، الناس كلها عايزه مكسب، دي اهم حاجه عندنا. النادي الاهلي بيلعب على رقم واحد على طول على البطولة، دي أهم حاجة. فاحنا جايين هنا عشان نعمل نتيجة إيجابية إن شاء الله تساعدنا الفترة اللي جاية أو الماتش اللي جاي يبقى أسهل ليها إن شاء الله. طبعا اللعبة كلها لعبة كبار، حتى الناشئين اللي أنت اتكلمت عليهم كلهم لعبة كبار ولعبة لعبوا كتير في المنتخبات وعندهم فكرة عن الماتشات الأفريقية. فأكيد إحنا أهم حاجة التركيز، إحنا بنلعب ماتشين مش ماتش واحد، يعني يعتبر ربع النهائي ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك. فنحاول نجتهد إن شاء الله النهاردة بكرة إن إحنا نعمل ماتش كويس ونظهر بصورة كويسة تليق باسم النادي الأهلي وتليق باسم بلد كبير زي مصر. فاللعبة كلها الحمد لله مركزة، وأكيد أنت في التمرين معانا وشايف الناس كلها مركزة، الناس كلها على قلب راجل واحد اللي هي تعمل نتيجة كويسة إن شاء الله تفيدنا في الماتش. طبعا اكيد كان كلام مهم جدا سواء مستر باتريس كارترون او حسام عاشور طبعا، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن جمله قالها مستر باتريس كارترون، وقال ان انا عندي اكتر من لعيب لعبوا اكتر من 80 مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا، فانا اللي هستفاد منهم بشكل كبير. يعني بصراحه الراجل بيلعب على الناحيه النفسيه بشكل جيد جدا مع لاعبي النادي الاهلي.